الديون، أزمة باتت تؤرق الدول الغنية والفقيرة على حد سواء، وسط ضغوط الصعود الكبير لمعدلات الفائدة لمواجهة التضخم المستعر. الأمم المتحدة أعلنت ارتفاع الدين العام العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 92 تريليون دولار في 2022 مع تزايد اقتراض الدول لمواجهة الأزمات. الدين المحلي والخارجي في جميع أنحاء العالم قفز أكثر من 5 أمثال قيمته قبل عقدين ليتجاوز معدلات نمو الاقتصاد، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي العالمي 3 مرات فقط منذ عام 2002. تكلفة الديون في العديد من الدول أضحت تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي. الدول النامية تستحوذ على نحو 30% من الدين العام العالمي، وتستأثر الصين والهند والبرازيل على 70% من حصة تلك الدول من الديون. الدائنون من القطاع الخاص مثل حملة السندات والبنوك يمثلون نحو 62% من إجمالي الدين العام الخارجي للدول النامية. ورغم تصاعد تبعات رفع الفائدة، فالبنوك المركزية أكدت عدم حسم معركتها مع التضخم، ووعدت بجولات جديدة من التجديد النقدي ما يجعل أزمة الديون مستمرة.